السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوال طيبة وعيدكم مبروك إن شاء الله باش ما تمنيتو. فهاد الفيديو غادي نشارك معكم واحد الخبيزات اللي هما عاديين وبعجينة عادية باش كنقدو الخبز اليومي، غير غادي نضيفو عليهم شوية ديال التحسينات اللي غادي نحاولوا نزينوهم بالسيمياس او بالزرارع مخلطين، نتوما على حسب اللي عندكم. الا كانوا عندكم زرارع مخلطين ديروهم، او الزنجلان او الخشخاش، يعني على حسب الاختيار ديالكم. هنايا عندي الفورس والفينو مخلطين، هنايا شويه ديال الخميره تقريبا معلقه كبيره ونص، وهنايا الملحه. الملحه انا ما غاديش نضيفها في المرحله الاولى حتى كنجمع الخبز، عاد كنضيف واحد النسبه وكنحاول نوزعها على ديك العجينه باش كتجي الملحه مضبوطه للخبز. انا غادي نوريكم الطريقه. دابا غادي ندوزو نعجنو العجينه ديالنا ونوريكم الطريقه كيفاش تضيفوا الملحه، خليكم معايا. من بعد ما جمعت العجينه دابا غادي نضيف الملحه. هذه هي الطريقه ديالي اللي كنضيف بها الملحه، وكتجي الملحه يعني متواتيه مع العجينه، ما كتكون مالحه ما كتكون مسوسه. كنضيف واحد النسبه ديال الملحه وكنحاول نوزعها على العجينه كامله. الا غطاتها ليا صافي، ما كنعاوش نزيد الملحه. الا ما غطاتهاش كنحاول نزيد واحد شويه باش توصل العجينه كامله بحال هذه الطريقه. هذه كما كتشوفوا دابا هذه راه صافي كفات ليا العجينه. دابا غادي ندوز ندلكها شويه. من بعد ما عجنتها كتجي على هذا القوام هذا، غادي نضيف لها شويه ديال الزيت ونحاول ندخل فيها هذيك الزيت باش تجي رطبه. شويه ديال الزيت البلديه او زيت العود. كتجي بحال هذا الشكل هكا. دابا غادي نغطيها باش تخمر. من بعد ما خمرت العجينه كما كتشوفوا غادي نحيد منها داك الهواء اللي فيها ونكورها باش ننتقلوا للمرحله التاليه اللي غادي نفندوها في دوك الزرار ونستفوها في الطاوله اللي غادي تدخل الفران. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. كنفز داك شويه ديال في الماء بحال هكا، وكنحاول نقطع العجينة على حسب الشكل اللي بغيتو. قد هكا يعني بحال الكويرات اللي كنكورو باش نديرو المسمن.
من بعد ما ساليت التكوار ديالهم كما كتشوفوا ديك العجينه عطاتني 14 حبه. دابا غادي ندوزو باش نفندوهم في دوك الزرار. كناخذوا واحد الحبه بحال هذا الشكل هكا وكنهزو شي تنحطوها نغمسوها في الماء مزيان وندهنوا هذا الوجه هذا هكا. ومن بعد نحطوها فوق دوك الزرار بهذه الطريقه هذه. هانتوما شفتوا ونحطها في الطاوه ديالنا. سزقوها مزيان ونفندوها بهذا الشكل هذا ونحطوها في الطاوه ديالنا. حاولوا معاها حيت كتلصق شويه في اليدين من بعد ما طلقت، سيروا معاها غير بالمهل حتى تتساليوا الكيمياء اللي عندكم. دابا غادي ندوز نسالي الكيمياء اللي عندي ونتلاقاو من بعد. كما كتشوفوا فهذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم. صراحه واخا بعجينه عاديه كيجيو زوينين وعاطيين المنظر. تقدروا تستعملوهم في اي مناسبه ولما لا في العيد. الى هنا كنقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنسونيش من تشجيعاتكم ومن البارتاج مع اصدقاء ديالكم. والى اللقاء وعيدكم مبارك. أرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير.